السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بجميع المتتبعين وكذلك مرحبا بجميع المشاهدين الجدد. نتمنى أن ينال هذا الفيديو إعجابكم، لا تبخلوا علينا الضغط على زر لايك للفيديو، وإذا كنت تشاهد هذه القناة لأول مرة لا تبخل علينا بالضغط على زر الاشتراك في القناة مع تفعيل خاصية الجرس ليصلك دائما الجديد إن شاء الله إذا كنت من المهتمين بمهنة الحلاقة. اليوم في هذا الدرس سوف نقدم لكم تدريج الشعر من الصفر، تدريج مخالف للتدريجات السابقة، نتمنى أن ينال إعجابكم. سوف نبدأ الآن إن شاء الله. سوف نبدأ بالقياس رقم صفر للعكينة. نأخذ الشكل دائما على شكل قوس لكي يكون التدريج بشكل جيد. دائما استخدام الماكينة بدون مشط. نحاول تنظيف الرأس جيدا وقص الشعر أيضا بشكل جيد. سوف نأخذ نفس القياس بالمشط، أو عفوا بالقياس رقم صفر، كما تلاحظون دائما في هذه المنطقة نأخذ الشعر عفوا على شكل قوس. الآن سوف نستخدم الماكينة الصغيرة ذات الصفر الحاد. دائما حاولوا أن تستعملوا مثل هذه الفرشات أو أي نوع من أنواع الفرشات أخرى لتنظيف الشعر بشكل جيد. نقوم بهذه العملية على كامل المنطقة المتواجدة في أسفل الرأس عفوا. نفس العملية نقوم بها في الجهة اليمنى. الآن نكون قد انتهينا من تعديل هذه المنطقة كما تلاحظون. سوف نمر إلى المرحلة الموالية. الآن سوف نستخدم المشط رقم واحد. دائما عملية الخطف جد مهمة. نأخذ تقريبا سنتيمتر المشط رقم واحد. دائما يجب تمرير الماكينة عدة مرات لكي نقوم بقص الشعر بشكل جيد، تسهل علينا فيما بعد عملية تعديل الخطوط. كذلك نقوم
نفس العملية هنا، نفتح هنا نفس رقم واحد، الآن نستعمل المشط رقم 1.5 4.5 ملليمتر. كما تلاحظون نأخذ قليل من الشعر هنا فوق القياس رقم 1، سيظهر لنا خط صغير فقط، سوف نقوم بتعديله فيما بعد. دائما المشط رقم 4.5 ملليمتر، نقوم بأخذ تقريبا نفس قياس الذي قمنا بقص الشعر به في المشط رقم 1، سوف نكتفي فقط بهذه الجهة من الشعر في الفيديو لعدم إطالتهم عليكم. نفس الخطوات سوف نتبعها عفوا في الجهة المقابلة. سوف نعود الآن إلى المشط رقم 1 كما تلاحظون، نأخذ ونقوم بتعديل المكنة على قياس 1.5 من هذا الشكل، نبدأ تعديل الخط لأن الصابون طلب مني أن أقوم بكسر الخط في مكانه. دائما استخدام او بواسطة قياس رقم 1.5، بعد ذلك سوف نرفع افتتاح الماكينة قليلا. الأخير سوف نعود إلى قياس رقم 1، أما الآن نمر هذا الخط، سنستخدم أصغر مشط للماكينة هو المشط رقم 0.5. هذا المشط الصغير المتواجد في ماكينة واحد فاصلة خمسة ميليم. لاحظوا معي جيدا كيف سأستخدم هذا المشط وأيضا كيف سأستخدم الماكينة. سنستخدم فقط نصف الماكينة، إما النصف الأيمن أو الأيسر. دائما يجب خطف الماكينة فوق الخط، لن نصعد كثيرا كما قلت. سوف نقوم بتعديل أو كسر الخط في مكانه. لاحظوا معي جيدا أيضا كيف أستخدم الماكينة،
استخدم نصفها فقط. كما قلت من قبل لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر لايك لكي يكون هذا الفيديو متاحا لأكبر عدد من المشاهدين على صفحة اليوتيوب. كما تلاحظون نحاول دمج المنطقتين في البداية بالمشط رقم 0.5. نتمنى أن يكون هذا الفيديو مفيدا لكم ولو القليل. لم يعد يظهر الخط كما كان من قبل. بعد ذلك سوف نقوم بالعمل بالقياس رقم 0.5 في الماكينة بدون مشط. قمت بإزالة ذلك المشط الصغير. لاحظوا جيدا، دائما نستخدم جهة واحدة من الماكينة، إما الجهة اليسرى أو اليمنى. كما تلاحظون جيدا في هذه القصة من الشعر التي نقوم بكسر الخط في مكانه، نعمل فوق الخط فقط. هذا الخط لم يعد يظهر كما كان في السابق أو كما كان في الأول. سوف نقوم برفع المفتاح على هذا الشكل قليلا، تقريبا قياس رقم 0.3. دائما يجب أن أعمل بهدوء لكي نقوم بتعديل الخط بشكل جيد. دائما قم بمسح الرأس لكي يتبين لك العمل الذي تقوم به. نمر إلى هذه الجهة. صراحة هذه الطريقة هي جد مناسبة لجميع الفئات سواء المبتدئين أو الحلاقين، وهذه هي الطريقة التي أعمل بها شخصيا. نقوم أيضا بنفس العملية في الأجهزة الخلفية، تتبع نفس الخطوات. كما تلاحظون الآن نستخدم قياس رقم 1 نستخدم المشط رقم 0.5.
كذلك سوف نستخدم القياس رقم، سوف سأختار المكنة فقط. قياس رقم 0.3. الآن وصلنا إلى مرحلة المشط المقص، كما تلاحظون قليل من الشعر الزائد في المنطقة المتواجدة في الأعلى. سنقوم بقصه يعني بواسطة المشط والمقص على هذا الشكل. كما تلاحظون سوف نقوم بإزالة فقط الشعر الزائد. دائما عند قص الشعر يجب استعمال هذه الطريقة لمشطه. لا تنسوا ترك تعليقاتكم وآرائكم حول هذه القصة، كذلك متطلباتكم أو طلباتكم الخاصة بنوع القصات أو نوع الفيديوهات القادمة. أتمنى أن يكون الشرح في هذا الفيديو مفهوم. بهذا كما تلاحظون نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. نتمنى أن يكون هذا الفيديو مفيد لكم وتكونوا استفدتم منه ولو القليل. نتمنى أن ينال إعجابكم. لا تبخلوا علينا بالضغط على زر لايك للفيديو وكذلك اشتراك في القناة ليصلكم دائما الجديد إن شاء الله. هذه هي النتيجة الأخيرة لهذه القصة، نتمنى أن تكون نالت إعجابكم. لا تنسوا دعمنا لتنزيل المزيد من الفيديوهات إن شاء الله في القادم.